السلام عليكم، معاكم دكتور صيدلية محمود قريطم. النهارده هنتكلم عن مشكله كبيره بتواجه امهات كتير بالنسبه لاطفالها، اللي هي مشكله الامساك. والمشكله دي بتواجه اطفال وكبار، بتواجه كل الاعمار. طيب في الاول كده عايز نعرف حاجه، اول ما الطفل بيتولد ساعات بيصاحبه شويه غازات وانتفاخات، وساعات بيبقى عنده شويه امساك، بيحصل ان الطفل بيحزق ومش عارف يعمل. طيب الحل ايه، او امن حاجة للطفل ايه يا دكتور؟ امن حاجة هو البوسجيسرين. معانا البوسجيسرين ده في منه نوعين، نوع الاطفال ونوع للكبار، تمام؟ طيب احنا كلنا كامهات عارفين المعلومة دي. اي واحدة هتقول يا دكتور احنا كلنا كامهات عارفين المعلومة دي، ان الجيسرين امان، تمام. بس انت ممكن تأذي طفلك بالاستخدام الغلط للبوس، سواء لبوس الجليسرين او حتى اي بوس تاني للسخونية. طيب ازاي يا دكتور الكلام ده؟ الاول حاجة لازم نعرف الجليسرين. الجليسرين ده البوس امان جدا، عبارة عن جليسرين عادي جدا، تركيزه في الاطفال 7/10 جرام، وتركيزه في الكبار 1.4 جرام للجليسرين. مادة طبيعية تماما، بتساعد انها تخلي تحوش المية جوه الامعاء، وتساعد ان البراز يعني ينزل بصوره طبيعيه، يزود حركه الامعاء ويخلي البراز ينزل بصوره طبيعيه وسهله جدا، تمام؟ تمام. طيب في مشكله بتواجهها الامهات، قلنا الاستعمال غلط لبوس. بالله عليك لازم وانت بتحطي اللبوسه اول حاجه نغمسها في شويه ميه او كريم مرطب، لان الاطفال ممكن يجي لهم بالاستعمال غلط لبوس شرخ، او ممكن يجي لهم التهابات في الشرج، سواء الكلام ده للاطفال والكبار. يبقى لو هتستعمل اللبوسه لطفل او واحد كبير هيستعمله، لازم هنجيب اللبوسه او حاجه، هنجيب علبه لبوس من الصيدليه ونحطها يا ستي، حطيها 10 دقائق في الثلاجه، وبعد كده نطلعها ونغمسها في شويه ميه بس او كريم مرطب بس، ونحطها في فتحه الشرج، تمام؟ ليه؟ عشان ما يحصلش ان الدفع، او لو حطيتها بعنف او بقوه ومش واخده بالي، كل ده بيأثر وممكن يعمل شرخ، ممكن يعمل التهابات، وده مش للاطفال بس زي ما قلنا، للكبار كمان. الجليسرين لبوس الميزه اللي فيه كمان انه امن للاطفال والكبار والحوامل والمرضعات، مفيش اي مشاكل ولا اي خطوره ليه. كمان ملوش اي تفاعلات مع اي ادويه تانية. طب يا دكتور انا استخدمت الجليسرين وزهقت منه وما جابش معايا نتيجه، هل في دواء تاني؟ معانا اللاكتلوز شراب. اللاكتلوز شراب او الدوفلاك شراب هو عباره عن ملين طبيعي، يمكن كل الناس عارفينه، وهو عباره عن ماده اللاكتلوز. الماده دي الميزة اللي فيها انها بتخلي المية تتحوط في يعني المية اللي بره القولون تخش جوه القولون، وتساعد انها تزود عملية التبرز بصورة طبيعية وامنة، وفي نفس الوقت بتزود حركة الامعاء بسهولة ويسر، وكمان مش بتعمل اسهال فجأة او بتعمل عملية اسهال شديد فده يأذي المريض، لا. كمان اللاكتلوز ينفع للرضع وينفع الاطفال وينفع الكبار وينفع الحوامل والمرضعات، بس تحمل مرضعات يا ريت تحت اشراف الطبيب، وينفع لمرضى السكر وبرضه يا ريت تحت اشراف الطبيب. جرعته في الرضع ممكن ناخد 2 سم او 2 سم ونص 3 مرات في اليوم، والاطفال 5 سم 3 مرات في اليوم بعد الاكل، والكبار ممكن الجرعه توصل من 15 سم ل 20 سم، يعني معلقه كبيره او معلقتين كبار، وممكن توصل في بعض الحالات 3 معالق كبار 3 مرات في اليوم. طيب كمان اللاكتلوز ليه حاجه كويسه جدا، انه ينفع لمرضى الغيبوبه الكبديه، الناس اللي عندهم كبد وعندهم امساك، وخاصه نتيجه الغيبوبه الكبديه اللي بتحصل نتيجه تراكم الامونيا في الدم وتروح للمخ تعمل غيبوبه، هيباتيك انسفالوبسي او انكفالوبسي، مشكله كبيره جدا. طب هو اللاكتلوز هيعمل ايه؟ ده ملين يا دكتور. ما هو لما يتكسر هيتكسر لمجموعه من السكريات وهيكسر الحمض. طيب الحمض ده لما يستنى في الامعاء يمسك في الامونيا اللي هي القلويه، تنزل على طول فين؟ في البراز، فيخف الامونيا اللي مش عارف الكبد يتصرف فيها انها تروح للمخ،
فيقلل غيبوبه الكبديه. وساعات الدكاتره هنا بيكتبوا 30 سنتي كمان او 35 سنتي ثلاث مرات في اليوم. وممكن اللاكتلوز في الحياه الشديده يضاف للحقنه الشرجيه ويتاخد كل 4 أو 6 ساعات او عند اللزوم، والكلام ده بيبقى تحت اشراف الطبيب. الميزه ان في اللاكتلوز شراب انه امن وطبيعي زي ما احنا قلنا، وامن جدا. الميزه كمان لو في الجليسرين، الميزه اللي فيه انه ما بيسببش تعود، ما بيسببش تعود زي باقي الملينات. يبقى احنا اتكلمنا عن اثنين ملين طبيعي، الجليسرين واللاكتلوز. اللاكتلوز او بدايله الدوفلاك اللاكزولاك، كل دول واحد تمام. الجليسرين لبوس سواء الاطفال او الكبار السعر بتاعه 5.25 سعر ثابت، اللاكتلوز سعره 18 جنيه، الدوفلاك سعره 30 جنيه تمام. طبعا يا ريت الاهتمام بالاكل، الحاجات الطبيعيه والحاجات اللي فيها الياف، خصوصا عند الناس الكبيره. ولو في ناس بتمارس رياضه مارس رياضه، كمان الحاجات اللي فيها العنب والتين، حاجات اللي بتبقى ملين طبيعي. دي حاجات، وخاصه العنب ده ممتاز جدا جدا انه يعتبر ملين طبيعي. نقلل شوية من الجوافة، نقلل شوية من الرمانة، الحاجات اللي بتعمل إمساك، نحاول نخف بس شوية منها، لأن دي برضو بتعمل إمساك. الحاجات الفاست فود والأطعمة اللي هي على طول بتعمل انتفاخات وغازات ودربكة في المعدة، كل الكلام زي ده ممكن يؤدي برضو إلى إمساك. فنحاول يبقى أكل صحي وأكل غني بالألياف الطبيعية والخضروات. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.